سميتنا حسن البزياوي، ساكنه في سيد رحال حد سوان، حسوب على حد سوان مطريفيه. انا يا دوار الغابه، هاد الوليد هذا طاح ليا عليه الحيط بسبب الماء. انت الماء عندنا حنايا حابسوا علينا واحد الراجل، لا غير الماء ديال الشتاء كان الماء غير كيمشي ليه، وكان ورايا جنان، هذاك الجنان ناض هو سدو باغي يدير فيه الماء ديال الشتاء. كاين الماء الشتاء هنايا محبوس علينا، والدار شات بالشتاء، الدار شات بالشتاء هي باش الدري هذا راه من نهار الشتاء. حنا خارجين من المحل، هذا المحل طالبين من عند واحد الناس خارجين من الدار ديالنا من نهار الاثنين، الاثنين اللي فاتت مشيت داخلة باقا نجبد شي حوايج، بغيت نشطب ونعاود نجلس في هذاك المحل. هاد الوليد هذا رجع في هذاك الحيط كان كيتزعزح، انت من طاح هذاك الاخر كيتزعزح، مني رجع فيه هكا بظهرو طاح عليه وخرج كنغوت، طاح غيب تما تحت ال عيطوا ليهم الجيران بومبيه، جاو الوقايه المدنيه هذيك الحمراء هي اللي هزاتهم، صافي هزوهم غيب. مشينا للاربعه، هذا كان راجلي كان في حد السوالم، انت ديما كيمشي عند المسؤولين هذا القيد ما تيدير معاه حتى شي حاجه. انا مشيت عنده قال لي جرى عليا، من جا كيخوي هذه الحفره من دويت معاه قال لي تيشم كل اللي قال لك جي سكن هنايا، جابني الكره جابتني قلت الشي، انا ماشي جبتي غير هكاك. انا مني جا هوايا زيتو بحكاك الناس مغيب، انا ما قربتش ليه، انا مني من توقيته بحال ميت، انا قلت راه غير مات هذاك الدري. صافي خرجت للزنقه بقيت كنغوت في الزنقه، جاو الجيران ها هما كلشي كاينين. واش تعامل معاكم في السبيطار؟ السبيطار هنا الاربعه مشيت عندي الراميد قال لك ما كنقبلوش حنا الراميد، ما بغاوش يشدوه من عندنا، قال لك دايره على حد سوالم. صافي بقيت هما يدفعونا لبني رشد، بني رشد عاد داروا ليه قال لك خاصك دير سكانير راه فينا هو غنجبدوا لك، دير سكانير الراس ديري الجسم ديالو ليه كامل، حنا بيتين تما والتخصيص سير هنا سير هنا سير هنا، بقينا كنتسخسخو عاد صايبنا ليه بعدا داك الشيء اللي خاصو مضروب في الراس مع على حساب طاح ليه على رجلي وعلى راسو، هو كان معط في راسو وفي رجلي. هاد الشيء اللي كاين اسيدي، واني بالنسبه للمخزن ما تيدير معنا والو، من نهار طاح وانا كنمشيو كنجيو، مشينا لرئيس الجامعه هذا ديال حد السوالم تيقول لك دابا نجي ما جاش، القايد حتى شي واحد ما تيدير معنا شي حاجه، واخا كتمشي عندهم. كنطلبوا من سيدنا الله ينصره والله يخليه لينا، كنطلبوا من جلالة الملك يشوف من حالنا ويطلع على الالتفات على هذا الدوار، الدوار ضيع حتى شي واحد ما كيتصنت ليه، حتى واحد ما كيجي عنده. الصحافه الله يجازيهم بخير، حتى هما جاوا وشافونا. الصحافه الله يجازيهم بخير، تما جاوا بينونا وشافونا، ما الدوار حتى واحد ما كيشوفو. الله يرحم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.